دكتورة أمل، زي حضرتك؟ صباح الخير، أهلا. أول عملية في 2019 وفي صبايا في تلفزيون الحياة معاكي، فمتبشرين بيكي جدا، وعارفة إنك بتتعاوني معانا من زمان. بشكرك جدا. وإيه الأخبار؟ ربنا يسهل إن شاء الله، بداية جديدة ناجحة إن شاء الله. إحنا عندنا الطفل محمود عنده 2 سنين وعنده ثقب بين الأذينين، وإحنا هنقفله النهاردة عن طريق الأسترة. ميزة الأسترة إنها سريعة، والطفل بيفوق على طول، تخدير قليل. تخدير قليل وما بيروحش رعاية مركزة. عيبها إنها غالية، طبعا المستهلكات غالية، فعشان كده بنحتاج الدعم إن شاء الله، ومبسوطين جدا على دعمكم طبعا. ربنا يخليكي دكتورة أمل. كمان اللي تواصلت مع الدكاترة في ألمانيا، وهي إن شاء الله بإذن الله اللي هتتسبب في إن الولاد اللي كانوا لازم يسافروا بره جزء كبير منهم أو يتعامل هنا في مصر، والخبير الألماني هيوصل قريب جدا، صح؟ هيوصل يوم الخميس إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك جدا وجود لك، وميرسي جدا. ميرسي دعواتك.